وي ار باك رجعنا نهار جديد رياكسيون جديده. مور قلنا فين لكم هذاك الفيديو اللي قبل دفنه وقلنا لكم بلا 100% غيكون مازال عنده الشهيه وغيرجع يدفنه عاوتاني. على قبل الديسك في الاخر ديال الاوترو ما سالاش بقى هكا يهضر، يعني راه مازال داكشي جاي في الطريق. مورفين دراغون سميتو التراك، عرفناش علاش زعما المورفين لاح ومن بعد لاح وفين قلبوا قلبوا على الفرده في عمرك ما كاش شنو الفرده صح. شوف اختفى ولا بحال كنت كتفرج في شي ماتش ديال ام ام اي ولا البوكسين ولا شي لايك ذا، شنو وقع خابي مع ماكغريغور؟ كيكون واحد الحق لواحد الدرجه اللي واخا كيتسالى الماتش كيصفروا بلا باقي باغي يجي يكون مازال فيه داك الدم سخون، مازال مازال ما شبعتش، باغي يدفنوا كيلومتر تحت الارض 50 كيلومتر تحت الارض. علاش لي فان د الفرده خصهم يقولوا لنا علاش ما كملش هذا البيف هذا؟ واش تسالى ولا ما لقى ما يدير ولا مشى للحابس حيتاش عنده البيستول؟ لي فان ديال المورفين يقولوا لنا علاش المورفين حاقد لهذ الدرجه انه دار جوج ديال الدياسك باك تو باك وخا الاخر ما جاوبش. غتكون شي حاجه بيرسونال شخصيه. لا حتى في ديس 48 لوز اوف باور كيقول لك يو هاف تو كراش يور انيميز، هادو العيديان ديالك خصك تدمرهم لواحد الدرجه عمرهم يرجعوا. حيتاش شوف 50 سنت اكبر رابور في العالم تيراو فيه بالبيستوله 9 مرات ولا 7 يعني، وهذا كان قتلو ما كان ما كون 9 شوت ما كان كان داك خونا اللي عطاه تسعود وتاكد ان واحده ضرباته في شي بلاصه قاتله ما كانش حيكون 50 سنت يعني كراش. مي هو رجع، اسمع هو رجع من تسعود قرطاسه في لحمه وفمه وكلشي رجع نطب يعني ديما العيديان ديالك خصك تدمرهم حتى ما يبقى فيهم شعر. وهذا الشيء اللي كنت نقول لك، تخيل تيريتي في شي واحد ما ماش، تخيل العقليه اللي غيرجع بها داك السيد دايم غير رجع انتقام بحال رجع من مشني سميتها غير رجع لك مختلف من عالم الاموات. الا كنتي غاتيري في شي جوست رايدر يو بيتر ميك جاد دايم شور ذي ديد اذروايز ذي كومين فور يو. علينا دراغون نشوفوا الموسيقى وزوينه كيما العاده. ليتس فاكينغ جو سكرت. انت ديما هكا انت اللي خصك تبارك على هنا قبل الناس تبارك لي مش عارف. جيت من روموكي لمباركي انتردي فراك مروكي، جيت من روكوردي مدروكي راسي مبرصاص الكروكي، ما جيتش هنا البرهان طاليس كله وعندو لونجل ديفي، بغيت نخدم ونقابل لاكاس غير نص نهار وصافي، شدال لكرشك الطلاميس صوت ناس خفيف بسبوفي، شندير لودنك دابا ميت الفيرتيج تتفهموني، انت خاصك تدوس في التاريخ برنامج نحكي همومي، تقول تفرط عليا النقاب صحاب الدار خلقوني، نسيب لكاع مجموعين تيرور ديليت في الفوقي، تيرور ديليت في الفوقي، تيرور ديليت هو سنايبر. برو برو خلو نفرضوا عليك النقاب حيت موالين الدار. النقاب هو ديك الماسك اللي وادين كاغول قال له النقاب شديتيه هذه انا فلتات او حيتاش قال له ممكن هاد خونا الفرده ما كيوريش وجهه حيتاش العائله ديالو فاضين عليه خايف يبان راب دينين واش خايف يبان رابر واش حشمال ماسك اوف جاتو عيب زعما فيوتشر شنو قال ماسك اوف فاكين ماسك اوف اذا عاد تقول شي حاجه خصك خصك هاك ماسك اوف نيجا انا وي باك برنامج نحكي همومي وتقول تفرط عليا النقاب صحاب الدار خلقوني اوه كاع مجموعين تيرو ديليت في الفوقي لونات صولي في سقف مطاقي توش بامو قرقوبي تنشوف مزاج على اجاكس هو باش تنقص العيني هكاد الحجاب ديرو في الراس صوت من الظلام النوري صاحبي قدامي هزو لاواكس جوالي ليه سولوني هذاك البلان زورو لاوات صاحبي مشى في المياكي ديز من دريفتي بالليل تنبان غير دو بروفيل مخاخ ندوز رقو تمتيل غنطلق ندخل في المخرج مع من عايش واش تنعيش غاديش معايا باراليل وليت باغي غير امبوسيبل ملي تغير من اللوجيك تمني كنت صغير العقل كبير ما نطلعش جويعة في البروسيس بحال داك البلان سريان تنبدا الحلقة من التالي. شوف انا عرفت اللعبة كي دايرة. هذا
المورفين دار اللي داروا الفرده في التراك الثاني، قال هذا الشيء مشعل المشعل الناس كيدويو عليا، انا نروح لمعاود شي تراك زوين. حتى هذا ما حسيتوش اغراسيف، ما حسيتوش باغي زعما اتاكي، حسيت شنو دار بعد التراك، لا حف شي بلاصه ولا سمار. شوف عاود شوف اكتشافات اي دابا ما دابا ما تنساش حطو في الاي بي يا صاحبي، الدراغون حطو في الاي بي يا صاحبي. اسمعني وي مكتوبه هنا، اسمعني ما تنساش داكشي اللي كنت غادي نقول لك، ما تنساش بلا هادي راه غير فيديو اللي جمعها شي فان، حط هادي مع هادي مع هادي، ماشي ضروري يكون شي. شي مرات كتكون قتلتي شي واحد ساعه كتكون فرحان كدا راش قايلك عليه كدق عليه يعني هالتراك هذا ما تصاوبش داخلش في البيف برو، ماشي حتى ما داخلش في البيف، يقدر يكون مثلا كلاشه بالتراك اللي كان قبل، شنو كان سميتو التراك اللي قبل فيرغول، يعني ما يكونش جواب غير واحد النهار تفكره ودق عليه. ايوا يعني من ديك فيرغول نزل الفرده ما جاوبش، مشى اخر دار لو بي ديالو قالا وذكروا في واحد الديسك غير خصو يفلرتا معاه ونا حطوا لنا هنا في كبيف. اوكي غيرنا مي الفردة مازال ما قال والو من داكشي كامل. الا كان الفردة دار بحال هكا يعني هو شنو، غير دار ديسك واحد وصافي خسر داك الساعه بديسك واحد. مي هذا تراك زوين ما نقدرش نقول لك كديس سون كلاش ما درناه هذا، مي الا كنا درناه قال احنا راح درناه وسمع عندي حتى شي ميموري يعني. انا وانا غتلقى الفيديو ديالو كاين لان ديجا بيبليينا قالها كامله دو ا زد من لو من الزيرو حتى التالي. هاكا سمعوا لها بحال اللي عمرنا سمعنا اول مره في التاريخ. شيش خليها تكون. هو داك الديسك اللي تصنت عليه وقلت لك هذا سكيب لان الانرجي فيه طايحه ميبي هو نوز بغرب ويبان خطر تسنى تايد فنوني ويطلع شي جيل تسمع المطفين ويبسيك ديريكت وبازو عرباس هاك الاسيس لاش تكتير نون كادري تسمع لي تراك خدتي ديبلوم ديال الكادرو الصافي عند الريمة اللي تيبغي دماغك ماشي غير تكال في لساني مكينش الزواق غير بطباشير تتكبر وتقول قراني هادي الشهوة ديال الطوباج وتجري ابراهيم بولامي هادي الخلعة ديال الاغتصاب كلشي يبدا يبان لك باغي. شيش قلت لك ما بغيتش نقول هاد الكلمة ديال الاغتصاب، كنت عادي نقولها من قبل وانا نشد فمي بيها، حيتاش ملي كتعفص على شي واحد كثر من اللزوم كتحسب داك الكلمه هذيك. مي انا مزيان اللي درنا ليه هذا الفيديو رياكسيون مرات، لان غادي تكتشف الحوايج اللي اكتشفناهم المره الاولى وهذا بحال فيديو واحد اخر كاع بحال هذا شي يوسف واحد اخر شي عدنان ويوسف واحد انا رياكتينا نفس التراك في الخاطرات انا مفكر شي تاش اللي قلنا في التراك اللي فات وتخيل نكونوا قلنا نفس الشيء. اوكي اصلا نقارنوا، تفرجوا هاد الرياكسيون هادي ومن بعد رجعوا نقالا كلها عيب طلعوا لنا لي فيو واو لعيبه الدماغ كتنفخ بحال الكيكا هادي ليماج اللي شفتي بحال لي باش تيستي هذا المورفين فوق الهضاب سايط العواف في دراغون هذا اللي بلاك مشي جي السيبال على قدر البيرانا لابو عندك الفلوس عندي لانسبي تاجي نتشاركو في شي بروجي عندي الراب عندك بانز قديم زير كرك وانساني بدت الاوري في طيران هادي هو دابا عرفنا شكون قال الاخر عطيني فيتشر والاخر ما بغاش بغى الفلوس داكشي علاش الاخر حقدو قال له بلا الفرداجة عند المورفين قال له عندك الفلوس وانا عندي انت انا عندي الفلوس انت عندك لانس بي اجي نشاركو في شي تراك المورفين جابوا خليني عليك في التيسع الله يرحم يمك ما تشرينيش اخويا ماشي ماشي للبيع هذا اللي بلاك مشي جي السيبال على قبل بيرانا لابو عندك الفلوس انت شفتيني رجعتي تأثرتي بيا بغيتي دير ديسك معايا ما بغيتش اخويا انا ما بغيتش بسيف او
هذا اللي بلاك مشي جي السيبال على قبل بيران انا مو عندك الفلوس عندي لانسبي تاجي نتشاركو في شي بروجي عندي الراب عندك بانز قديم صير قرب ونساني بديت الاوري في طيران قديم ما كانش نعطل تلفازي بانو في الديفيد شي شوت زوين والصغرة تاجت الحومة هذا المغرب لونه قوي نوابا كابوتشينو هذا الويب بلاد حديد دان لي لايك على حلومة ويبا وليكتريزوميك جيبو كالكيلا دريسو الزيف وحدا للحساب تنني في المرفق تشالا في الموتيف تنربي بيو في هاد المغرب خمس جاب ليك ربطات الكيف افاتار كناط في داك القنف بزرق سبق طار بديف ملي وصل الفيتشور لقاني جان تحت من اوفني ترميناطور لي تربيت زانابوليتان جيت سناي فاق مافيو في البور هادو المغاربة عجبهم الراب وانا رابور درت شوف البور على الدولة لعبي مزيان قلت راه العياش بالبوندرول ما فاك امسي برو ما كيقول شي بارز حتى كيقول زعما انا جيت قبل من وقتي هذا كنظن حتى هادي كنظن زعما كالكوليتي هو عرف ان الراب غيوصل واحد اللحظه للمغرب والناس غيبغيوه ودار كواليتي زوينه كيقول لي بارز واعرين وقال لكم انا قبل من وقتي هو عارف عاد وصل واحد الوقت غيكتشفوا بنادم يوسف بنادم فحالنا غادي يكتشفوا غادي يعطيه اللي يستاهلو وخونا زعما كنظن كيدمر راسو كيبذل مجهود كبير في هاد لي رايمز ديالو كبرودوي كواليتي هو الشيء اللي كنسمعنا من الارتيست ملي تنقولوا شي حاجه بواقعيه الا ما مزيناش ما مزيانش شنو هاد لي فان ديال داك الارتيست كيجي وكيبقى يفراو علينا راسنا ورا شوف ماشي حاقدين على بنادم مي كتكونترولي داك الساعه كدير البريسيون على الارتيست انه يدير لك شي حاجه كاليتي ماشي يبقى اللي جا هاك تصنط وانت في جميع الحوارات عدنان راه حنايا في نفس ما كنعرفوا شكون هو المورف مثلا اذا حطيناهم في حال بهذه الملاكمه ما نقدرش نقول لك شكون اللي غيغلب ما عرفوش مي حنايا كي دايرين كي دايرين ما عارفين شي حتى شي حاجه على حياتهم الشخصيه كان جادجيو بيست على الموسيقى وصافي كان حكمو من الموسيقى كان اكتشفوا هذا في نفس الوقت اللي تنكتشفوا هذا يعني ما كاينش حتى شي بريجوديس عجبنا عجبنا ما عجبناش ما عجبناش وهذا هو لايك كومنت سبسكرايب يلا برو خليك معنا ودابا مع سالينا هذا البيف هذا عرفنا شنو ندير قولوا لينا شنو جاي كومونتي قال لك الديب زوين ونورمالمون لهاد كنا كنقولوا غادي نساليو الفرده ومن بعد نمشيو نشوفوا هذا الفرده شنو جاي ما حمسنيش ما أحمسنيش فردة واحدة خصنا جوج الفردة خصنا جوج نصح كتبو peace and love my brother نخلي واد تغبص شوية we done at least you would feel something good like we were productive as fuck that's something that started making me feel good more than weed is being productive